نفوسنا على طرح الأسئلة الشباب تقريبا واحتكينا بالعجب. هذا الدورة اللي كل تكلفنا من الوزارة الوصية اللي راح تدوم إن شاء الله من على مدار 5 أيام من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر من هذه السنة الجارية. هذه الدورة اللي فيها 20 مشارك من مختلف ولايات الوطن، وتهدف هذه الدورة التكوينية الوطنية إلى تقليص فاتورة الاستيراد، تكوين وتأهيل الحرفيين، دعم يعني المؤسسات الناشئة في إنتاج الطلاء الخزفي. حضورنا اليوم في الدورة التكوينية للطلاء الخزفي التي نعمل على برمجتها وتصديرها وطنيا، من بين أهدافنا التكوينات في مجال الحرف والصناعة التقليدية والابتكار. في هذه الدورة تدخل في مجال الابتكار، حيث المتربصون سيعرفون حاجات جديدة. نحن اليوم كما تلاحظون وكما رافقتمونا نسهر ونقوم بتأطير هذه الدورة التكوينية المتخصصة كيفية تحضير الطلاءات والميناءات الخاصة بالخزفيين والفخاريين. ها نحن اليوم نشرف على هذه الدورة على مستوى ولاية المدية بالضبط. راح يكون يعني في غضون هذه الدورة التكوينية يكون جانب تطبيقي واللي هو مهم، حيث سنسهر من أجل تلقين السيدات والسادة المشاركين بكيفية تحضير هذا الميناء أو هذا الطلاء الخاص بالخزف والفخار. وجينا لهنا الدورة التكوينية الأستاذ محمد شرفي، يعني شكره كثيرا على هذا الشيء اللي يقدمنا فيه من جانب المعلومات الخزفية، وهذا الشيء يهمنا كثير وخاصة الحرفي اللي موجود من كل ولاية، وهذا الشيء اللي نتمناه، يعني الإنسان يتعلم بطريقة صحيحة من جانب المعلومات على الخزف الفني، وهذا شيء جميل يعني في كل دورات كان يعاود يديرون هذه الدورات، الكل حرفيين إن شاء الله راح يستفيدوا من معلومات على الخزف الفني.